احتفاء باليوم الوطني للمجاهد المصادف للذكرى المزدوجة للهجوم القسنطيني 20 أوت 1955 ومؤتمر الصمام 1956. الديوان الوطني للثقافة والإعلام ينظم برنامجا متنوعا خاصا بالمناسبة، وهذا يوم الثلاثاء 20 أوت، يتضمن عروض متنوعة للأطفال، معارض خاصة بالكتب والجرائد وصور للمجاهدين خلال ثورة التحرير الوطني، عرض أفلام ثورية، حفلات فنية، وهذا عبر فضاءاته. قاعة سيرة ميسرة بلدية سيدي محمد، المركب الثقافي عبد الوهاب سليم شنوى تي بازا، مسرح الهوائي الطلق الكثيف بسيدي فرج. للمزيد من التفاصيل زوروا موقع الديوان www.onc.gz.